الزول معكم ديهيا. الزول اسمع اسمع معكم ديهيا. اليوم كنت حطيت الزول ايتما اسمع معكم ديهيا. المره اللي فاتت كنت غادي نحكي لكم على قصه اللي سموها لا تثق في الكلاب. با خلوني نبدا لكم من الاولى كيفاش استنتجت هذه الفكره تاع لا تثق في الكلاب. واحد الخطره كنت نحل تيلي نتفرج من شان لشان ما صايبه ما ندير، حتى طحت في واحد الشيباني كان يهضر مع ولده كان يقول له هادو كلاب وما ديرش ثقه في الكلاب. انا قعدت نشوف فيه كيما هكا قعدت نقول هذا ماله يقول هادو كلاب ما ديرش ثقه في الكلاب، من هجا غاسيست كيما هكا مالهم الناس تبدلت كاع كيما هكا. با علاش؟ خاطرش الخير اللي فينا مش قادر يستوعب الشر اللي في العالم، هذه حاجه. وبدلت الفيديو وما شفت سلال فيما هذاك، ما كنت مهتمه بالهضره اللي يقولها ما والو. ومع الوقت كنت نبدل تانيك في اليوتيوب حتى شفت فيديو اللي احنا كاع شفناه اغلبنا، اللي هو شاب جزائري كان عنده كلب ويحرش فيها على واحد الطفل. هذاك الكلب واش دار؟ قعد هذاك يعض في ذاك الطفل. ذاك الكلب واش دار؟ قعد يعض في هذاك الطفل، قعد يعدل في هذاك الطفل، قعد يعض ويعدل في ذاك الطفل. تما قعد كي رجعت لي العقليه كلمه لا تثق في الكلاب انهم كلاب. كاين الكلب باش متصف، علاش دائما نسمعوا جدودنا يقولوا كلمه هذا كلب ولا كلاب؟ الكلب متصف بالطاعه والخضوع. الكلب هو اللي ما يقولش سيده لا. الكلب ما شوف، لو واحد عنده كلب ويشوف تضرب الكلب تاعك دير فيه ما درس ما غاديش يقول لك لا. اجمل حاجه الانسان يرافقه في الحياه هي الكلب. الكلب هو كيدافع عليك، الكلب هو كيحميك، الكلب كيعسلك بابك، الكلب كيموت وما يخليكش تموت انت، واذا مت هو يموت معاك. هذه صوالح ملاح في الكلب. على بها انا الفيديو تاعي سميته لا تثق في الكلاب، وانما ما سميتوش لا تثق في كلبك. كاين مجموعه من الناس مهما كانوا شابين فين ومهما كانوا حنان ومهما عشنا معاهم وكانت بيناتنا عشرة ومهما فوتنا سوفونير وعطيتوهم ودرتو فيهم الخير وكانت بيناتكم محبة، لكن هاد الناس يتصفوا بصفة الكلاب. زعما شنو يتصفوا بصفة الكلاب؟ معناها هاد الناس يتصفوا بالخضوع ويتصفوا بالطاعة وما يقولوش لأسيادهم لا. هاد الناس إذا كان تحكى فيهم مجموعة من الأشخاص اللي هم تمثلهم أسيادهم فهما درت فيهم الخير، ومهما كنت مليح معاهم نهار اللي أسيادهم كيعطوهم أمر هما كما غاديش يرحموك وكا غادي يعضوك وكا غادي يعذبوك كما داروا مع كما دار داك الكلب مع داك الطفل. فهمتوا درك علاش قلت لكم ما ديروش الثقه في الكلاب؟ سيفري الكلاب هي احسن صديق للانسان، اوفى صديق للانسان، وهذه حاجه لا نزاع فيها، ما كاش واحد غادي يقول لك لا ما كاش منها. لكن هذه كيكون كلبك انت، كيكون الكلب تاعك انت تقدر دير فيه الثقه، لكن الكلب كيكون كلب غيرك حرز روحك منه. كيما هكا الناس، كاين فئه من الناس لما تكون تعرفها تتميز بالطاعة والخضوع والولاء وما تقولش لا لأسيادها فانت حرص روحك منها. هذه الناس مهما شفتها مليحة وما شفتها فيها الخير وما شفتها دير صالح ملاح، لكن حرص روحك منهم. اليوم غادي يعرضك يتعشى معاك وتفوتوا عشرة، بصح النهار اللي سيده ولا سياده يقولوا له يدير ديك الحاجة صدقني ما غادش يرحمك، لأنها صفة الكلاب. حتى عادك شفت هذاك الفيديو تاع داك الشير اللي كان يحرش في الكلب تاعه على طفله صغيره، تماك عادك فهمت علاش جدودنا بكري كان يقول لك ما ديرش الثقه في الكلب ولا كان يوصفوا شي ناس بالكلاب. استغليته اول مره شفت هذه الكلمه ولا سمعت هذه الكلمه ما عجبتنيش، وكشفقت على دوك الناس وكقلت عليهم مش حق على دوك الناس يشبهوهم بالكلاب لانهم فقط بشر. لكن مع الوقت عرفت باللي الخير اللي فينا احنا كبشر والخير اللي فينا احنا كإنسان مش قادر يستوعب الشر اللي في هذه الدنيا. على بيها كي نسمعوا كلام كيما هذه اول حاجه تجي في بالنا هي العنصريه، هذا انسان عنصري، هذا شعب عنصري. لكن هما لما كانوا قالوها عرفوا علاش يقولوها، هما كانوا متميزين بالحكمه، هما كانوا متميزين بالخبره، كانوا عندهم صوالح احنا في وقتنا ما عدناش. يا ريت تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو
ويا ريت تكونوا عرفتوا وش هما الكلاب وعلاش جدودنا كانوا يصفوا جماعة من الناس بالكلاب، مش لأن هذوك الناس مشي ملاح، بالعكس هما تلقاهم ناس ملاح وأوفياء يعني وفيهم الخير، لكنهم عيبهم الوحيد أنهم يتصفوا بالطاعة والخضوع، أنهم ما يقولوش كلمة الله لأسيادهم لأنهم مثل العبيد، لما سيدهم يقول لهم حاجة فهم راحوا يديروها يعني بدون تفكير. معاكم دي هي من قناة دي هي بيوتي في حصة فكر بصوت عالي. هذه الحلقة الثالثة من حصة فكر بصوت عالي، نتمنى الفيديو كان عجبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه، وكتبوا لي تعليقاتكم على هذا الموضوع وشوفوا من وجهة نظركم انتوما اسكو كلامي كان صح، اسكو النتيجة اللي وصلت لها انا يا صح. شنقولكم نخليكم باي. شنقولكم انا كنخليكم فكروا غاية في الكلام اللي قلته، ما تنسوش تديروا ابوني، ديري شير، تستفادي منه، يستفادوا منك صحابي، يستفادوا منه صحاباتك، يا ريت تشوفوا الحلقات الاخرين اللي مسميته فكر بصوت عالي. انا خليكم نشوفكم في فيديو جديد، وتوما خيروا لي موضوع هاد المره كنحكي عليه، نحب كل واحد فيكم يكومونتي لي ويقول لي موضوع كنحكي عليه. باي.